يا اخي حسيت الامهات. انا بس واحد راس واحد، 3 ايام الرحله جلست ارتب العفش، والله كثير كثير. العده التصوير جاهزه، يعني خلوني اوريكم ايش معاي هناك. برضه المقرمشات مفرحات الله يستر علينا. الشنطه، اغراض الشوي، الشوايه ورا. يا عمي كم يوم رايح انا؟ الطفشان عشان مشغول اجهز رحلتي، ماني بوديه معي. اجمع حر تعب، حر شديد صاحب راني. تقريبا خلصت العفش، بس بروح ان شاء الله ارتاح. صباح بكره ماشي. يا صباح الخير، قبل ما نمشي توديعة الجو حلو. هذا الطريق ما شاء الله نسويه، نعبي بنزين. بسم الله. خلنا ناخذ، تخيلوا ايش صار قبل شوي. انا بالمحطة كنت بعبي بنزين، قالت لي ان البنزين حقك مدفوع. ما اعرف من يدفع لي. بصراحة انا ما كنت مخطط للموضوع، توقعته 7 ساعات، لكن الان طلعت 8 ساعات، يمكن عشان الزحمة. عموما الاجواء مثل ما انتم شايفين ممطرة، راح نستمر من هنا من بريسبن، نمر على السنشاين كوست تقريبا مدة 2 ساعة، ونستمر 5 ساعات لين الشمال، رايحين شمال كوينزلاند. هذه كوينزلاند. ممتاز الخطة، نمشي الساعة 10، أنا تأخرت يمكن 10 دقايق. أوف 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 مناحي. إنك ما تركب في الباص اليوم، توكل على الله. الشجار هذه مصففة بطريقة عجيبة. شو السيارة هذه اللي قدام كبيرة مليانة حصى، كل شوي جالس ترجم، يبغالي اطوفهم. المشكلة الاثنين قاعد يتطاوفون والخط. يا ولد يا مدير يا شوف الطريق. هذا السبب اللي خلاني امشي بالسيارة 7 ساعات، بدل ما اخذ الطيارة راح تكون ارخص علي هنا. وهذا غالبا في استراليا الناس تسافر بالطيارة لانها ارخص. يعني رحلة زي هذه راح تدفع $100 بالطيارة، الحين راح ادفع بنزين يمكن 200 او اقل او حولها. يعني الطريق مثل ما تشوفون كذا رايح جاي، تعديت نوسا والوضع كذا، يعني ما عاد يمديك تسرع. انا ليش تكاثرت 7 ساعات؟ ناس كثير يسالوني 7 ساعات يعني متعودين عليها في السعوديه. السبب صراحه هنا ما نسافر كثير، خصوصا الفتره الاخيره كان في كورونا، ما عاد سافرنا حدنا يعني ساعه ونص. ورا 7 ساعات بالنسبة لي الآن وبالسيارة ولحالك شيء كبير، بس الأجواء حلوة وجميلة. في مناطق حلوة بصراحة، اكتشفت إن في أماكن حلوة. حاجة اسمها رينبو بيتش، هذا هو الأكسس زي ما تقول المدخل على جزيرة مشهورة هنا في استراليا، شهرتها يعني عالمية، اسمها فريزر آيلاند. هذه طبعا توقف في رينبو بيتش وتاخذ سفينة وتطلع عليها. انا صراحه كان في خطه اني اسافر على فريزر ايلاند، واللي جاي على استراليا يا جماعه بليز بليز لازم تسافر للمكان هذا. المشكله اللي منعتني ان في حريق كان فيها قبل شهرين، وتقريبا سوى دمج، كسر اغلب الشجر الموجود، يعني نقول 50% واكثر. اتس نيد تايم تو ريكفر، يعني انا بعطيها وقت شوي عشان ترجع للشجر وتنمو. ان شاء الله لازم يكون فيها زيارة. الجميل فيها وش؟ فيها نهر بالنص تقدر تسبح فيه، النهر مو بغويط، مرة ممتع. اشجار غابة، تعرفون ماوكلي؟ بالضبط نفس ماوكلي. يعني انا نصيحتي اللي بيسافر بالسيارة في اماكن داخل استراليا يكون بالنهار عشان ياخذ راحته ويتفرج ويشوف اماكن حلوة، شوف الغيوم كيف، شوف الاشجار يمين يسار. المحطات ما شاء الله تبارك الله عد وغلط، كل شوي تجيك محطة، يعني لا تشيل هم. بنزين ما شاء الله، راعين الدبابات الله يستر عليهم، غازين والله ما شاء الله تبارك الله. حطات الطرق البعيدة زي كذا يصير فيها أكل. أخذنا الدجاج والله ما أدري الشكل، بنجربه. أخذنا هذه والله ما أدري زين ولا لا، لكن نقول بسم الله ونجربها. طعمها
طعم والله مبدع صراحة لكن مخيس راح ادور لي كافي احسن لي. المحل هذا يبيع اشياء غريبة. شو الملابس اتوقع حقت ناسي قالوا لهم الهيبو اشكالها. الكرة هذه شايفيني مخلوق غريب اول مرة يشوفون واحد زي كذا ولا ماسك الجوال يصور. نجيب لي كافي. هاي كافي هذا الدباب. هلو هاو ار يو. Oh, very nice, huh? That's for the dog? This one? Yeah. Oh, really? Ah, yours. Oh. الحلو في الأماكن اللي كذا تلقى لك ناس غريبين مثلا معهم دباب مثل الدباب اللي تو هذا واحد يسافر بدبابه مع الدوق حقه مركب له نظارات وحط له هلمت يعني يسمونه خوذة وفالين أمه ولون الدباب خرافي. بشركم لقيت المطعم هذا اللي ورا صراحة خرافي. أنا كنت مجربة بين بريسبن وبين سيدني. في البداية كان فاتح في ولاية نيو ساوث ويلز فقط والآن بدأ ينتشر والتخصص حقهم خطوط. لكن شفتوا اللي قبل شوي كليتها هذا العكس. يلا خلونا ناخذ ونكمل على السلام. قعد والله يا الأكل دلع. بسم الله. تحصل الأكل في الطريق زي كذا. شوف شلون الترتيب. شوف يا عمي شوف 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 حط مبسوط مرة. الله لك الحمد. أكل أكل. جماعة اللي على اليسار منطقة. واو. قف شوي استريح الخط. ستاتيو مصلح. الناس في قرية يقول لك أبل تري كريك. الحرب العالمية كانوا ماتوا أو شيء. سووا له التمثال هذا زي ما تقول ذكرى لهم. وقفت هنا قبل منطقة بندبيرت مشهورة عند الأستراليين. قام فيها التلفزيون برنامج الآن مشهور مثل الحصن. تذكرون الحصن؟ الآن موجود في شركة في خويتي الأسترالية. بوريكم صورتها هنا. المكان هذا شكله جميل بس انا ما عندي وقت ان شاء الله بالرجعة بحاول اوقف فيه للعصافير الببغانات الكبيرة. يلا حيهم يلا حيهم. خلونا مدامنا طفشانين على قولتهم اغني لكم. ايش رايكم اغني لكم؟ استوى الصوت الله بالخير. اذكر سالفة مرة كنت بالمتوسط طلعنا رحلة مع المدرسة. بكرون قالوا انا اناشيد اسلامية وكذا. فقالوا يلا أول اللي عنده أغنية ظن أناشيد إسلامية. جا دوري أنا بالجروب. أول ما خلصت متحمس تعتبر يعني نعومة أظفاري توني صغير. أبغى موتيفيشن أبغى واحد يشجعني ما شاء الله صرت حلو. بس والله تخيل خصموا علي درجات. ذا الماء يعني خلاص عطني صفر لا تخصم علي. حطم طفولتي الصراحة يعني ما أعرف شو أقول. يمكن عشان أنا بحلو. بس عقبها انا ما عاد غنيت بصراحه يعني راحت التالنت حقتي. ابشركم الامور تمام. الحين باقي لي 3 ساعات تقريبا خلصت 4 ساعات ونص او 5. راح اتقابل انا واخوي محمد في روك هاملتون يابون. هذا الشاطئ يبعد تقريبا نص ساعه منها. المهم ان محمد خرجني قبل شوي صراحه. قال لي وين الوعد؟ قلت له في روك هاملتون ولا في يابون. قال لي لا يا شيخ الله يهديك مو بهنا بعد ساعتين زيادة. كان يتكلم جاد. أنا في الأخير قال لي لا لا طقطق عليك. والله يتخيل إني لأني بصراحة شو اللي خلاني أصدق ما في ولا لوحة روك هاملتون. فقلت لا شكله والله فعلا. وأنا كنت هوجس قبلها أقول وين اللوحات شو دعوة يا جماعة. ان شاء الله نحصلنا لوحة اقل شيء يطمن قلبي يا اخي. نعبي بمحطة بنزين على كيف كيفك. ما شاء الله ما شاء الله محطة فاخرة. والله يا جماعة ما ادري الوضع ما يطمن. ليس فينا وولف كريك بس. شكله من وراء المطعم او المحطة البنزين يعني. كيوت صراحة. انا صغير وكذا. اتس نايس. الاحمر الحمل اجي جنبه والله يا معطل السير لنا نص ساعة نمشي وراه ودخل. انا شفت لوحات غريبة في استراليا. بس هذه ما شفت. وش خروف وبقرة. واخ
اخيرا وصلت. والله تعب يا جماعه، بس انا لاحظت من دخلت روك هاملتون صورتها الثور مدري غنمها طاردتني في كل شوارع، حتى حاطين لها زي ستاتي يعني للتمثال، فلازم اكتشف ايش السالفه. اخيرا وصلنا روك هاملتون يا جماعه، الطريق مسلي بس يعني نوعا ما طويل. راح ان شاء الله اروح لمحمد الان، متوعد انا وياه عند الحلاق، بعدين اوريكم السكن ان شاء الله. وصلنا اخيرا بعد 7 ساعات. بصراحه المكان يعني ظلام، كله ظلام، الله يحلل بريزبن. وانا بطبعي ما احب اوصل مكان في الليل صراحه، لاني يجيني اكتئاب. لكن ان شاء الله معنا وقت، بكره راح نكتشف اماكن كثيره، واليوم اللي بعده ان شاء الله ارتقبونا في جزيره، راح نطلع على جزيره بالقارب، اماكن كثيره ان شاء الله لازم نكتشفها، هذا هو المطلوب. انا انتظر محمد الحين، وان شاء الله بعدها نطلع على الكارفان استاجرناه بننام فيه. بسرعه بسرعه. هلا هلا حيا. ايش حركات الهنود دي؟ يعني اني اكلم؟ لا اسمع سناب والله. هلا هلا. ايش الخطه؟ ترى انا الحين جاي معتمد عليك. اول شيء الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ونورت المنطقه، والحين ان شاء الله بنوديك على بيتك، ان شاء الله تشوف البيت. حبيبي والله. ونطبخ لك عشاء. يقول وعدنا بش اسمه ستيك بالقلب، ها؟ ان شاء الله بتشوف ستيك. خلينا يعني. ميديم رير. يعني شيء ثاني. اوه والله بدات عصافيري توقف. وصلنا للكرفان.